السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. الوغ ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا ليكزيرسيس براتيك في لا فونكسيون لا مويان. في الفيديوهات اللي دازو كنا شفنا لا بارتي ديال لا مويان، القاعده ديالها كيفاش كتكتب، وشفنا ايضا كيفاش كتحسب. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد ليكزيرسيس براتيك من بعد ما شفنا واحد ليكزيرسيس في ديك لا سيونس. هنا واحد ليكزيرسيس من واحد في شهر 7 حتى 15 في شهر 7 2017. عندنا مجموعه ديال لي، عندنا هنا لا دات، لو نومبر ديال لي بيرسون، شحال من بيرسون، وعندنا لي كارت، عندنا لي مينو، لي بار، لوتيل، والتوتال ديالهم. دابا جاو طلبوا منا اننا نحسبوا لا مويان شيفر دافير مويان دو بروميير جور دو جويي، يعني غتحسب لي لا مويان ديال شيفر دافير ديال النهار الاول في شهر 7. الوغ كيفاش غادي نحسبوا هاد لا بارتي؟ بالنسبه للاكزرسيس باش ديروا معايا البراتيك، غادي نحاول نخليكم الرابط او لا لو ليان اللي غادي تيليشارجيو منه الفيديو، الفيشي ديال الاكسل غتلقاو في الديسكريبسيون ديال لا فيديو بالنسبه للناس اللي كيشوفوا لا فيديو فلاشين يوتيوب. الو، بالنسبه للطريقه كيفاش نحسبوا لا مويان، هنا عندنا التوتال، هنا عندنا التوتال. دابا هو جا قال لك غتحسب لي لا مويان ديال من، ماشي ديال التوتال، التوتال ما داخلاش. غتحسب لي لا مويان من لا كارت، من المينو ديال البار، اوتيل، بونك، بوتيس دي جوني، يعني غتحسب لا مويان ديال هاد لي فالو. صافي، الوغ انت شنو غدير؟ غتجي لهنا غدير ايكار كيما درنا في الحصة لي داز. عندنا هنا لا مويان، هو راه طالب منا هاد لي بارتي كاملين، يعني من لا كارت حتى بوتيس دي جوني. غتجي لهنا غتسيليكسيوني من اول فالو حتى الاخر فالو. علاش بالضبط سيليكسيون هاد الاولى؟ حيت هادي هي واحد في شهر 7. علاش؟ شنو هو طالب مني؟ دو بروميير جور دو جوي، يعني النهار الاول ديال جوي. الو انولي دونك فاش غادير لا موين، قلنا سيليكسيون من لا كارت بوتيس دي جوني، هاد القوس ديالي نرجع لها هاد القوس وغادي ندير اونتري. هادي هي لا موين. الناس اللي غادي الا ما تعطاليش هاد الدولار، راه عندنا هنا لو نومبر، غنمشي نكليكي على الاورو ولا الدولار على حساب انا شنو باغي. مثلا انا باغي نحولها للدولار، غنمشي ندير الدولار، وين خصك تكون حاط الكاس ديال القناع تمشي لهاد البارسي الدولار. صافي، مي هما طالبين منا بالاورو بالثمن بالاورو، هنا نخليه بالاورو. دابا غنشوفو، هادي سهله، هي اللي شفنا في الحصص اللي داز. دابا غادي نزيدو، يعطيونا هما طالبين لي شيفر دافير مويان دو بار لي 10 بروميير جور دو جويي. اللي كتمشي تحسب لي لا مويان ديال من، ديال هاد بار، مي ديال 10 بروميير جور دو جويي، يعني العشر الاوائل ديال شهر 7 غتحسب لي لا مويان ديالهم. غنجي لهنا ندير ايكار، تكتب لي لا مويان، غطلع لي هنا لا مويان، ندير فيها دوبل كليك، وغنمشي غنحسب من جويي لو بروميير جوي تال ديس. هتهبط لهنا، شنو غادي نلقى؟ نسد القوس ديالي وندير اونتخي وما تحسبو. غنمشي نحسب الشيفر دافير مويان دو بوتيت دي جوني اي دي ميني، اللي هاد المرة تحسب لي لا مويان ديال بوتيت دي جوني مع لي ميني ديال من باغ جور، يعني ديال لي جور كاملين. شنو غادي دير؟ عادي مزيانه، دونك ندير كال لا مويان. هادو هما الحالات اللي خاص يعني تخدمو. غنمشيو نبداو بالبوتيس دي جون، غنمشي نحسب لي جور كامل، يعني غنسيليكسيوني من اول نهار لاخر نهار. دابا كيفاش غنسيليكسيوني؟ حيت الا مشيتي دابا للميني شنو غيوقع؟ غتحيد السيليكسيون ديال بوتيس دي جون. فاش غتسيليكسيوني الاول، غتجي لهنا راه دار دي 7 دي 3 حتى دي ديس، غتمشي دير بوان فيغيكول، غتقول له ها الرقم الاول، يعني راه غتسيليكسيوني من دي 3 حتى دي 17، وغدير بوان فيغيكول، وغتجي لهنا عاوتاني بوتيس دي جون، غتسيليكسيوني من اول واحد حتى لاخر واحد، وغتلقى على هاد الشكل، وغتجي تسد القوس ديالك، وغدير اونتخي. ها هو لا موين ديالهم. غنمشي لشيفر دافير موين بور لا بيريود، قال لي غتحسب لي الشيفر لا موين ديال الشيفر دافير ديال لا بيريود كامل، يعني من واحد حتى 15 في شهر 7، ودير هاد لي برودوي كاملين
الطريقة باش غنحسبوها نديرو هنا ايجا لا مويان دوبل كليك وغتمشي تسيليكسيوني لي من لاكارت وصابت لي تال اخر برودوي تال اخر نهار يعني ديال لا بيريود كاملة وديال لي بارتي كامل. فاش غتسيليكسيونيهم غتلقاو الزيت ودير اونتر او تعطاني لا مويان. دونك هذه هي الطريقة باش نقدو هاد لا مويان بالنسبة لي بارتي ديال هاد ليكزارسيس. بالنسبة لهاد لا بارتي جبت لكم اكزارسيس اخر، دونك هاد لي زيكزارسيس كيما قلت لكم في الحصص اللي دازو راه غادي نخلي لكم اللين ديالهم من تيليشارجيو في الديسكريبسيون. الى خدينا هاد لي بارتي عندنا هنا لي زيتوديون الاسماء ديالهم، عندنا لي ماتير، وعندنا هنا لا مويان. الاول ها هما لي نوت ديال بغينا نحسبو لا مويان. دونك باش تحسبو لا مويان غتحط الكاسو ديالك هنا ابخي دير ايغا لا مويان. هادي ساهله راه ديجا حسبناها في لي سيونس اللي قبل. انا كنتمنى زعما تكون وقفتوا الفيديو وصاوبتوا ليكزارسيس تصاوبوا ليكزارسيس عاد ديروا تشوفوا الملاحظه. غنمشي نسيليكسيوني من اول ماتير حتى الاخر ماتير تلقاو الزيت ودير اونتري. عطاني ماتير واش غندوز للثاني والثالث والرابع والخامس؟ حنا غاديين لا، غنمشي نرجع لحد هاد لا مويان وغنجي لهنا وغادي ندير دوبل كليك. هادي ما غاديش تحسب حيت معندناش فيها. هاني حسبت هاد لي بارتي صافي. هنا لا مويان باغ إليف يعني لا مويان ديال شاك إليف. دابا هنا غادي نديرو لا مويان باغ ماتيير، مبقيناش غنهضرو بلي زيتيديون، غنشوفو المويان ديال الماتيير صافي. وكتجي لهنا غدير تساوي عاوتاني لا مويان، نخدموها بطريقة تانية غنحطو الكاسو ديالنا في هاد لا سيلول. غنمشيو لانسيغي ان فونكسيون من هنا او بيان لي فورميل غتكليكي على انسيغي ان فونكسيون او لا اكو هاد لا فليش غتكليكي على اوتر فونكسيون. الطريقة اللي بغيتي راه ديجا خدمتهم في الحصة ديال الحصة اللي داز. دونك غتجي لهنا غطابي لا مويان، يعني غتمسح داكشي اللي متبع عندك تما غطابي لا مويان غوشيرشي وغتعطيني لا مويان هنا غادي دير اوكي. هنا لو نومبر ان غنمشي نمسح داكشي اللي عندي فيه وغنجي نحط الكاسو ديالي في لو نومبر ان وغنجي نسيليكسيوني من 15 تالت تاع تالت سو. يعني انا باغي نحسب لا مويان باغ ماتيير يعني ديال الماتيير ديال الفرونسي ديال اونتري هو عطاني 9.75. السؤال المطروح هو واش غنحسب الثانية والثالثة والرابعة؟ لا، غتكليكي هنا تحط الكاسو ديالك وغتجي لهاد البوانت يبان لي هاد الزايد غتبقى بارك وتكريسي هاد المرة على ليزا على اليمين صافي. هكا غتكون قديتي لا مويان ديال لي ماتيير صافي. دونك كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، نتلاقاو فيديو جي ان شاء الله غادي نشوفو فيه لا مويان بوان سي لا فونكسيون اخرى بارابور هاد لي فونكسيون. غنحاول نخليكم واحد 3 حتى 4 ديال لي زيكزارسيس في الديسكريبسيون فيما يخص هاد لا مويان باش تخدموه.